أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أحداث وحقائق. سنتناول في هذه الحلقة قصة الشاعر الذي هجا نفسه، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. من هو الشاعر الذي هجا نفسه وأمه وزوجته وماذا قال؟ تعد هذه الأسئلة من المعلومات الشعرية التي تهم عشاق الشعر والأدب العربي القديم، وقد وردت وجمعت من قبل مؤرخ التاريخ مثل أبي الفتح الأشبيهي. كذا سوف نقدم لكم الإجابة على التساؤلات المتعلقة بالشاعر الذي هجا نفسه وأمه وزوجته وماذا قال، مع ذكر أهم المعلومات المتعلقة به. كان الهجاء قديما من أهم الأبيات الشعرية التي يؤلفها الشعراء، فكانوا يهجون أخصامهم وأعداءهم بأقبح الألفاظ. ولكن ليس من الطبيعي بالنسبة للشعراء أن يقوموا بهجاء أنفسهم، لذلك سوف نتعرف على الشاعر الذي قام بهجاء نفسه وأمه وزوجته، ألا وهو الشاعر كبير الهجائين المخضرم الحطيئة. اسم الحطيئة هو أبي مليكة جرول بن أوسن العبسي، وسمي بأبي مليكة نسبة لابنته، ويعود نسبه إلى مضر بن نزار، وهو من الشعراء المخضرمين، حيث أنه عاصر العصر الجاهلي والإسلامي، وقد أسلم، ولكن إسلامه لم يمنعه من الهجاء والخوض في أعراض الناس بأبشع الألفاظ. كان الحطيئة حاد اللسان وأخلاقه وطباعه سيئة، وقد لقب بالحطيئة نظرا لقصر قامته. وقد عاش حياة بائسة وسيئة ومليئة بالجوع والفقر والمهانة، وقد شكل مظهره الخارجي عقدة له أثرات في أفعاله، حيث كان قبيح الهيئة والمنظر، وكان ساخطا على الزمن وعلى قدره السيء. قد تم ذكر المعلومات الهامة عن شاعر الهجاء الحطيئة في بعض الكتب التاريخية، مثل كتاب الأغاني من تأليف أبي الفرج الأصفهاني. كانت أم الحطيئة تسمى الضراء، ووالده هو أوس بن مالك، أحد زعماء قبيلة بني عبس، فكان من أبناء الزنا، لذا فهو يشعر بضيق ناحية أمه، ذلك لأنه حرم من الشعور بالفخر والاعتزاز بأهله بسبب أمه، وقد رفض من قبل إخوته ورفضوا أن يقربوه منهم، وهذا الأمر الذي أدى إلى غضبه من الناس وجعله يقوم بالهجاء السليط، فقد كان يهجو كل ما يقع أمامه، فقد وصل الأمر إلى هجائه لنفسه ووالدته وزوجته، حيث قال في هجاء نفسه: أرى لي وجها شوها لا خلقه، فقبح من وجه وقبح حامله. كما وصلت جرأته في الهجاء وتحلله من الأخلاق والقيم الاجتماعية إلى هجاء والدته، حيث قال في هجاء أمه: جزاك الله شرا من عجوز، ولقاك العقوق من البنينة. حياتك ما علمت حياة سوء، وموتك قد يسر صالحين. كما بلغت جرأته وتحلله من الأخلاق أيضا إلى هجاء زوجته أيضا، فلم تسلم من لسانه فقال عنها في أبيات الشعر: لها جسم برغوث وساق بعوضة، ووجه كوجه القرد بل هو أقبح. تبرق عيناها إذا ما رأيتها، وتعبس في وجه الجليس وتكلح. لها مضحك كالحش تحسب أنها، إذا ضحكت في أوجه الناس تسلح. إذا عاين الشيطان صورة وجهها، تعوذ منها حين يمسي ويصبح. الجدير بالذكر أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد سجن الحطيئة مدة من الزمن، ذلك بسبب بذاءة لسانه وأشعاره. وعندما أطلق سراحه، أنهاه عن التعرض للناس بالهجاء من خلال شعره، فقال له الحطيئة: إذن سيموت أولادي جوعا. ظل الشاعر الحطيئة يهجو الناس في أبيات الشعر حتى توفى في عام 30 هجريا، الموافق لعام 56 ميلاديا. وهكذا مات الشاعر المخضرم الحطيئة وترك ورائه أعماله الشعرية الفريدة من نوعها، وحتى الآن يطلق عليه من قبل رواد الأدب العربي بالشاعر الهجاء السليط.